بكره الدور قبل النهائي لبطوله كاس الرابطه. بكره الاسماعيلي هيلاعب غزل المحله، والمباراه دي هيحكمها الكابتن محمد الصباحي. وفيوتشر هيلاعب امبي برضو الدور قبل نهائي الكاس الرابطه، والمباراه دي هيحكمها الكابتن وائل فرحان. اللي هيكسب من الاسماعيلي وغزل المحله هيلعب مع الكسبان من امبي وفيوتشر على نهائي بطوله كاس الرابطه. انا يعني طبعا معايا مشوار كل فريق، لكن هاخد المشوار ده مع كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف عشان نتكلم ونتوقع ماتشات بكره ان شاء الله في كاس الرابطه. انا طبعا كل فريق لعب 5-6 ماتشات في كاس الرابطه، فهناخد وقت كبير، فمش عايز اضيع وقت طبعا عشان استفيد بوجود الكابتن محمد يوسف والكابتن اشرف قاسم. هقول لكم بس قائمه المحله وقائمه المصري. بكره المحله اللعيبه اللي هتلعب المباراه يعني او اللي موجودين في المعسكر عمرو شعبان ومحمود الحضري وهاني عادل وهشام بلحه واشرف سيد ومالك توريه واحمد الشيخ واحمد السيد، خالد الاخميمي، خالد سامي، يحيى حامد، السيد الشبراوي، باول انفوافي، وليد مصطفى، مصطفى العش، ايهاب سمير، حميد ماو، معاذ الحناوي، عبده يحيى، احمد الندري، عبد الرحمن اجويرو. بالنسبه للنادي الاسماعيلي كابتن حمزه الجمل اعلن الاسماء 22 لعيب، محمد فوزي وعمر رضوان واحمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، احمد ايمن، محمد بيومي، عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، محمد دسوقي، عمرو الحلواني، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد عبد السميع، مدحت فقوسه، احمد مدبولي، احمد مصطفى، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامع، محمد الشامي، حازم المرسي، حازم مرسي، وخالد النبريسي. دي قائمه الاسماعيلي بكره.